ومن أحاديث الفتن ما جاء في الحديث المتفق عليه قوله عليه الصلاة والسلام إذا التقى المسلمان بسيفيهما القاتل والمقتول في النار قالوا يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول قال عليه الصلاة والسلام إنه كان حريصا وفي رواية إنه أراد قتل صاحبه وعند مسلم إذا التقى المسلمان بسيفيهما فكلاهما على جرف هار من النار فإذا قتل أحدهما الآخر وقع فيها